خلال اجتماع وثري، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين في مختلف المناطق في العالم. وزارة الصحة تعلن تسجيل 188 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة. ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 157 ألف حالة وفاة وأكثر من 2 مليون إصابة. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة نيل الأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس العراق برهم صالح دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، مشددا على أهمية الدور العربي للعراق والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين. من جانبها أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود عودة المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة بما يتسم من الإجراءات الصحية. جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماع وزاري ضم رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. وقد أشار المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إلى أن الاجتماع تناول جهود الدولة المبذولة في هذا الشأن. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد محمد عنبه وزير الطيران المدني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم وفق تصور متكامل الجوانب وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلا عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج. كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وكذا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذا تطهير أماكن العزل بعد إخلائها. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة لقداسة بابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أشاد بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعيا الله تعالى في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء. كما بعث الرئيس السيسي أيضا ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، حيث أعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.
ترأس البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة التجلي في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون. وجرى القداس بدون حضور شعبي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا. شارك في القداس مجموعة من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة. وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن البابا تودروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد في المقر البابوي كما هو معتاد. هذا وقد أقامت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة احتفالها بعيد القيامة المجيد بحضور كبار قساوسة الطائفة دون مواطنين للصلاة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. صلوات وترانيم تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد ضوت في أرجاء الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لترتفع إلى السماوات بدعوات لدرء المحنة التي تحل علينا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. فعليا النهاردة كانت رائعة جدا، ولا سيما فرصة التسبيح الكلمة اللي قلناها، وبعدين احنا بنصلي ان الرب يحفظ شعب مصر يحفظ بلدنا. وبنادي بالمناسبة يعني بقول لهم كل عام وحضراتكم جميعا بخير، واتمنى ان الناس تكون ملتزمة جدا ومطيعة لقرارات الدولة. بنتوحد هذا المرض، هذا الفيروس لا يفرق بين رجل وامرأة، لا يفرق بين غني وفقير، لا يفرق بين مسيح ومسلم، هو الإنسان هو المعرض لده. عشان كده احنا في الصلوات النهاردة كنا بنصلي لأجل كل العالم، بنصلي لأجل بلدنا، بنصلي لأجل أحبائنا في مصر، ان الرب يعبر بينا هذه الأزمة. إجراءات وقائية اتخذتها الكنيسة الإنجيلية مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بإقصار الاحتفال على بعض القساوسة دون المواطنين حفاظا على سلامة الجميع. ملتزمين بقرارات الدولة إن الاحتفالات بتكون بدون وجود شعب الكنيسة، عشان كده الاحتفال النهاردة كان مقتصر فقط على المشاركين في البرنامج. كمان احنا التزمنا بكل الإجراءات الخاصة بالوقاية هنا، سواء من تعقيم المكان أو تعقيم المشاركين في البرنامج أو تعقيم كل الأدوات اللي كانت بتستخدم. بنصلي إن الوقت ده وقت يعدي على بلدنا ويعدي على كل شعبنا بخير وسلام، ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية. دعوات ومشاعر صادقة امتزجت بكلمات القساوسة كي نجتاز هذه الأزمة التي تمر بها مصر والعالم بأسره. أحمد سعد الدين، النيل. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ليصبح 980 حالة. وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة و19 حالة وفاة. قرر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 بالنسبة لفرق النقل بجميع الكليات، على أن يلغى وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة من المجموع التراكمي، على أن تستبدل تلك الامتحانات بمقالة بحثية أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي. بالنسبة لسنوات طلاب فرق النقل بجميع الكليات مع اختلافها النمطي، أول حاجة خدنا فيها القرارات مع زميلنا في مجلس أعلى الجامعات هو إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 19-20. والحقيقة قلنا كمان تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في السنوات الدراسية، بمعنى أن المجموع التراكمي مش هيخش فيه اي تقييم من التقييمات اللي احنا بنقولها، وبنستبدل تلك الامتحانات سواء التحريريه والشفويه اللي احنا بنضمهم على بعض، بنستبدلهم باحدى البديلين الاتيين: الف، اعداد للطلاب لرسائل بحثيه مقبوله. ممكن الرسائل البحثيه دي تكون مقاله بحثيه، ممكن تكون مشروع بحثي، ممكن تكون بحث مرجعي. اما الاختيار الاخر هو اختبارات الكترونيه للمقررات، لكن هنا الحقيقه احنا حطينا بالنسبه للاختبارات الالكترونيه يعني شروط واضحه جدا. اولا
قلنا انها تبقى ممكن تنفع للكليات او البرامج الدراسيه اللي فيها اعداد محدوده من الطلاب، يعني لا تصلح للاعداد الكبيره من الطلاب. كلمه اعداد محدوده ان هي يتوفر لدى الكليه بنيه تحتيه او امكانيات تكنولوجيه تحقق او تسمح لها باجراء هذه الاختبارات، شريطه ان يكون هذا الاختبار واصل لكل الطلاب. وجه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية خطابا لسفير مصر في لندن طارق عادل عرب وفي عن خالص شكر وتقدير أعضاء البرلمان البريطاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية والشعب المصري على ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية للسماح بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية لبريطانيا. وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الشحنة ستساعد الأطقم الطبية البريطانية في تصديها لوباء كورونا، وشددوا على أن بريطانيا ستتذكر هذه البادرة الكريمة من مصر بكل تقدير لما تعكسه من صداقة حقيقية تجمع بين الشعبين المصري والبريطاني. جدد عضو مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي دعوته لضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان بالمضي قدما في حملة حظر الإخوان الذين ينشرون الكراهية. في حوار خاص لقناة النيل للأخبار طالب بيزلي الحكومة البريطانية بضرورة كشف وفضح الحقائق الكاملة عن تنظيم الإخوان، مؤكدا أن التنظيم يستغل وينتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم. كان لدي العديد من المطالبات مع ويست مينستر ومع البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة غير قانونية وإرهابية، ويجب على الشرطة مكافحتها ومطاردتها، وهناك أعضاء لجماعة الإخوان المسلمين يجب وضعهم في السجون، ويجب على الحكومة أن تواجه هذه المنظمة الإرهابية التي لديها أدوات اقتصادية كبيرة ودعم اقتصادي كبير جدا. وأطالب، هناك أعضاء برلمان كثيرون اتفقوا معي، وكذلك أيضا الإدارة ووزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية، والأمر يتم مناقشته بالفعل، والعملية صعبة جدا، ولكن أعتقد أنها ستصل في النهاية لهذا. وأنا أشجع حكومتنا في هذا الوقت أن تتخذ هذه الخطوة، لأنه في الفترة الأخيرة يقوم الإرهابيون ولا يعتدون بانتشار فيروس كوفيد-19 ويقومون بالعديد من الأعمال الإرهابية العدائية، ويجب أن نتبع نموذج الذي تتبعونه في بلدكم وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي صنفت وحظرت جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها جماعة إرهابية. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 157 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين، حيث بلغت الإصابات أكثر من 2 مليون إصابة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء هذا الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات بحصيلة أكثر من 37 ألف وفاة، تليها إيطاليا ثم إسبانيا. خلت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من المارة في أول يوم من تطبيق إجراءات الإغلاق التام لمدة 3 أسابيع، حيث التزم السكان بحظر التجوال لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. مشهد الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم وهي شبه خالية لم يختلف عن غيره حول العالم في ظل حالة الإغلاق التام للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة من الحظر إنه إحنا خشينا في المرحلة بتاعت الانتشار المجتمعي، والحظر هو عشان يقلل من التجمعات، لأنه التجمعات بتكون بتعرض المواطنين لخطر الانتشار بسرعة
كبيرة. السلطات السودانية فرضت حالة الإغلاق الشامل بالبلاد لمدة 3 أسابيع مناشدة مواطنيها للالتزام بالحد الأدنى من الحركة. حصل التوجيهات جاءت من مجلس السيادة بالحظر الكلي في كل السودان لمجابهة جائحة كورونا، ربنا يسلم البلاد والعباد منها ويعافينا بإذن الله تعالى. الحظر تم تطبيقه بصورة ناجحة جدا جدا، و أغلب الناس التزمت به التزام تام. وحضرت السلطات كذلك صلاة الجمعة في مساجد الخرطوم، وهو إجراء اتخذته العديد من دول المنطقة. وسجل السودانيون 30 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66 حالة إصابة وعشر وفيات. وكان نصيب الخرطوم وحدها 90% من جملة الإصابات بالفيروس في البلاد. ورغم قلة الإصابات، بررت الحكومة السودانية هذه الإجراءات المشددة بالاحترازية من الوصول للأسوأ. قرار الحكومة أنه تحضر المواطن أنه يقعد في البيت قرار صائب 100%، لأنه انتشار المرض يعني حيكون في كارثة على البلد، وحيكون فيه حاجات كثيرة جدا جدا بتحصل لنا. نؤيد هذا القرار، والناس مفروض تلتزم وتقعد في بيوتها. ومن شأن تفشي فيروس كورونا في السودان أن ينهك بشدة نظامه الصحي الذي أضعفته عقود من الحرب الأهلية والعقوبات الدولية. قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوغا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 82,329 حالة، لتصبح الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولايات مونتانا وأوهايو ونورث داكوتا ستسمح لبعض قطاعات الأعمال باستئناف أنشطتها الاقتصادية مع الالتزام بالاحتياطات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. مونتانا ستبدأ رفع القيود يوم الجمعة، وأوهايو ونورث داكوتا وأيداهو أشارت على الأعمال غير ضرورية للاستعداد باستئناف العمل في أول مايو. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تخطت عتبة 700,000 إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز. كما سجلت الولايات المتحدة 3,856 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 37,000 وفاة. جددت منظمة الصحة العالمية تأكيدها على أن الوباء ما زال خارج السيطرة في أوروبا بعد أن تخطت حصيلة ضحايا الفيروس في أوروبا فقط 1/3 وفيات العالم. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا قد تجاوزت 20,000 شخص. بحصيلة ضحايا جاوزت 100,000 حالة وفاة وأكثر من 1,000,000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، استحوذت قارة أوروبا وحدها بنحو 1/3 إجمالي ضحايا الوباء ونصف عدد المصابين على مستوى العالم. وما زالت إيطاليا تعد أسوأ بؤرة لانتشار الفيروس في القارة العجوز بحصيلة ضحايا جاوزت 23,000 وفاة ونحو 176,000 إصابة. وتعد إسبانيا ثانية أسوأ بؤرة لانتشار فيروس كورونا على مستوى قارة أوروبا بحصيلة ضحايا جاوزت 20,000 وفاة ونحو 192,000 إصابة. وعلى الرغم من ثبات المؤشر اليومي للإصابة بالمرض مرسلا بارقة أمل لاحتمال بلوغ البلاد ذروة انتشار المرض، طلبت الحكومة الإسبانية بتمديد حال الطوارئ. سأطلب من البرلمان مد حالة الطوارئ في البلاد 15 يوما حتى 9 مايو المقبل. وكما قلت من قبل، لن تتماثل حالة الطوارئ الجديدة مع السابقة، ففي الشهر المقبل سيتم تخفيف الضوابط والإجراءات المفروضة بمقتضى الطوارئ. ووفقا للعادة، جاءت فرنسا في المستوى الثالث أوروبيا لانتشار وباء كورونا في أوروبا بحصيلة قاربت 20,000 حالة وفاة ونحو 152,000 إصابة. أما بريطانيا فحافظت على المركز الرابع في قائمة انتشار فيروس كورونا بالقارة الأوروبية بحصيلة ضحايا جاوزت 114,000 حالة وفاة وأكثر من 15,000 إصابة مؤكدة بالمرض. وطمأنت الحكومة المرضى والمواطنين على عدم وجود أي نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي. As of today, there are 10,000
لدينا 10,606 أجهزة تنافس صناعي ساهم فيها القطاع الصناعي في بريطانيا بكل قدراته، وبذلك أعتقد أن لدينا ما يكفي لسد احتياجات التنافس الصناعي وتبديد المخاوف التي انتابتنا في هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية. ووفقا للمؤشرات السابقة، تعد ألمانيا أفضل حظا أوروبيا، حيث اقتصرت مؤشرات الوفاة بوباء فيروس كورونا لديها في نحو 3,800 حالة و 133,000 إصابة. تشهد البرازيل جدالا ساخنا بين الرئيس بوليسينارو وبعض المسؤولين المحليين عن صحة السكان، بينما ترى الرئاسة عدم وجود داع لتجديد قيود الإغلاق التام ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا، حيث يتمسك المحافظون بهذه القيود. وباء فيروس كورونا المخيف البرازيل إلى أسوأ بؤرة لانتشار الوباء على مستوى قارة أمريكا اللاتينية بأكملها، بعدما سجل مؤشر الإصابات أكثر من 36,000 مصاب والضحايا أكثر من 200 وفاة. وقد دفعت قيود الإغلاق المشددة في البرازيل جموعا من المواطنين للتظاهر بسياراتهم في مدينة ريو دي جانيرو، احتجاجا على ما لحقهم من أضرار اقتصادية لتوقف أنشطتهم الاقتصادية أو فقدان فرص العمل التي التحقوا بها. مظاهرة السيارات ليست موجهة ضد إجراءات العزل الصحي، وإنما ضد قيود الإغلاق التي تؤثر على الاقتصاد. وتشهد البرازيل جدالا ساخنا بين الرئيس جاير بولسونارو وبعض المسؤولين المحليين عن صحة السكان، فبينما ترى الرئاسة عدم وجود داع لتجديد قيود الإغلاق التام مما أدى إلى إقالة وزير الصحة، يتمسك المحافظون بهذه القيود حفاظا على الصحة العامة أيا كانت النتائج. نحن في موقف صعب للغاية، لا يدركه من يهاجمونني ويتهمونني بارتكاب إبادة جماعية. إنهم لا يدركون أن الذي يقتل الناس هو تداعيات فقدان وظائفهم وأعمالهم. 70% من المواطنين سيتعرضون للعدوى، إن لم يكن اليوم سيكون الأسبوع المقبل أو الشهر التالي. يجب الاهتمام بكبار السن والذين يعانون من اضطرابات صحية، ولكن يجب أيضا الاهتمام بمصالح الناس الاقتصادية. هكذا قسم فيروس كورونا النظام والمجتمع البرازيلي بين مؤيد ومعارض للإجراءات الاحترازية المشددة، ولكن الجميع موحد في مكافحة الوباء للقضاء عليه. عودة للشأن المحلي، حيث أفادت وزارة الداخلية بأنها اعتبارا من اليوم الأحد 19 من الشهر الجاري وعقب بدء الحظر في تمام الساعة 8 مساء، سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطريق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزية. تأتي هذه الجهود ضمن مواجهة جرائم الفساد وأعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار اطلاع الأجهزة الأمنية القيام بدورها في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة منذ 15 من مارس 2020 عدد 25,953 قضية تموينية متنوعة وعدد 31,369 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، كما تم غلق 11,107 مكان لممارسة الأنشطة التعليمية، إضافة إلى غلق 9,893 محلا مخالفا لقرار الغلق. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم،
أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7753 قضية تموينية متنوعة، من بينها 76 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 9168 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب1,237,680 جنيها، وضبط 16 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 192,130 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7661 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 839.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها قرابة 298.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 127.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 167,466 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21,372 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و36 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 605 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 64,120 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 35,631,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1076 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 2,625,685,253 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أخبار سابعة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. مصممة أزياء فيتنامية تقيم خط إنتاج للكمامات المزينة بتطريز يدوي. وصلنا إلى أخبار الاقتصاد، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجرى حاليا التفاوض لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخزن استراتيجي عملاق لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في 7 محافظات، وهي الجيزة، بني سويف، قنا، القليوبية الغربية، الإسماعيلية، والبحيرة، الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام. توقع وزير التموين والتضامن دكتور علي المصلحي أن تصل التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة إلى 21 مليار جنيه، وهي كفيلة بتعزيز المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور. أكد اتحاد الغرف التجارية استمرار التعاون مع الحكومة لتشغيل مصانع السلع الاستراتيجية بكامل طاقتها لضمان توافر كافة السلع بالأسواق وتدفقها وزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر للقطاعين العام والخاص واستمرار الصادرات. ذكر الاتحاد في بيان أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات بالسماح للشاحنات المحملة بالمواد الخام والسلع
للسوق المحلي والتصدير بالعمل 24 ساعة والهيئات العاملة بالموانئ عفوا، كما سمح بفتح أسواق الجملة يومي السبت والجمعة وتحرك شاحنات الخضر والفاكهة مساء لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار. تطرح شركات قطاع الأعمال منتجاتها من الخضر والفاكهة واللحوم والألبان والبيض بأسعار مخفضة وجودة عالية لمواجهة جشع التجار في عدد كبير من فروعها، وتتخذ الشركات إجراءات احترازية لضمان سلامة المنتج وصحة المواطن. ففدان تقع شركة الصلاحية للاستثمار والتنمية بمحافظة الشرقية، مساحة تتنوع ما بين إنتاج حيواني وألبان وكذلك وحدات لإنتاج البيض ومساحات شاسعة من الأراضي المنزرعة بالخضروات والفواكه والمحاصيل الحقلية والتي تغذي السوق المحلي بأسعار مناسبة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمانا لسلامة وصحة المواطن. الزراعي في حوالي 12,000 فدان بالرش المحوري، 4,000 فدان فاكهة بجميع أنواع الفاكهة، في حوالي 2,500 فدان خضر بجميع أنواعها. الإنتاج الداجيني حوالي 450,000 طائر فتات بيضات، وبتنتج سنويا حوالي 114 مليون بيضة. وحدة إنتاج الألبان بشركة الصلاحية للاستثمار والتنمية والتي تنتج 40 طن يوميا تراعي كافة اشتراطات الصحة والسلامة والأمان الحيوي ضمانا لسلامة وصحة المنتج الذي يغذي السوق المحلي. المحطتين للإنتاج الحيواني دول بطاقة 1200 رأس حلابة، إجمالي الطاقة 4,000، إجمالي طاقة الإنتاجية للمحطتين تقريبا 40 طن في اليوم، معدل إضرار للرأس الواحدة من 32 ل 35 كيلو يوميا. وعلى مساحة واسعة تزرع الموالح والخضروات بأنواعها وأصنافها المختلفة والتي تغذي كافة المنافذ التابعة لشركة الصلاحية للاستثمار والتنمية والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بسعر مناسب وبجودة عالية. البرتقال الصيفي عندنا حوالي 3,000 فدان، بننتج حوالي 26,000 طن، بنصدره معظمه لدول أوروبا وروسيا والدول الغربية والدول العربية، وبنشتغل طبعا في الجامعة عشان ما نوقفش الإنتاج ونوقف الشغل، بس مع الإجراءات الاحترازية اللي هي الدولة عاملاها. معودانا شركة صلاحية دايما على نزول الأسعار، وبتقوم بدور جميل جدا داخل مشروع صلاحية وعلى مستوى محافظة الشرقية كلها بسعر مناسب وبجودة عالية وبمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمانا لسلامة وصحة المنتج والمواطن. شركة الصلاحية للاستثمار والتنمية تنتشر عبر منتجاتها ومنافذها المختلفة عبر أنحاء محافظات الجمهورية كافة من محافظة الشرقية. محمد عبد الصبور للنيل. شدد وزير البترول المهندس طارق الملا خلال تفقده لمشروعات للتكرير بالأسكندرية، شدد على حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك حفاظا على العاملين ولتحقيق أعلى معدلات التشغيل الآمن، وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به معامل التكرير باعتبارها أحد أهم ركائز تأمين إمدادات الوقود. بطمئن على العاملين وبطمئن على تطبيق هذه المعايير الاحترازية. ثانيا بنتأكد وبنطمن على أنه العملية الانتاجية مستمرة، وده اللي حاصل الحقيقة. احنا عندنا طبعا كل مصافي التكرير على مستوى الجمهورية شغال 24 ساعة، بتوفر كل احتياجات البلد والمواطنين من المنتجات البترولية إذا كان بنزين أو سولار أو بوتاجاز، فده الحقيقة شغال والإنتاج مستمر وعندنا مخزون جيد جدا، وفي نفس الوقت اطمننا على العاملين وعلى تطبيق معايير السلامة. يا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدل. فيتنام أعدت مصممة أزياء خط إنتاج لكمامات مزينة بتطريز يدوي، والهدف هو تشجيع الناس على ارتدائها لحمايتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. الموضة لا تقف عند حدود، وفيروس كورونا يضع لمساته بشكل محدد. المصممة الفيتنامية دو كوين أعدت خط إنتاج جديد للكمامات المزينة بتطريز يدوي تقليدي لتشجيع الناس على ارتدائها لحمايتهم من العدوى بالفيروس. بدأت في إعداد الكمامات المطرزة منذ فبراير عندما انتشر مرض كوفيد-19 في البلاد، ولتشجيع المواطنين رجالا ونساء على ارتداء الكمامات أردت أن أصنع كمامات جميلة ولطيفة. وتتوزع أشكال تطريز على الكمامة من تطريز الورود إلى أشكال الحيوانات وأشكال ملكية، بما يضفي لمسة جمالية عليها. أريد أن أحول أداة حماية للصحة لقطعة من العمل الفني، إنه أيضا كماليات تعجب الناس وتزيد من رغبتهم في ارتدائه، وأريد أن أقدم التطريز الفيتنامي بغرز فنية ومهارة. وتتكون الكمامات من طبقتين أو ثلاث من الأقطان الطبيعية، بما يكفي للوقاية من الغبار والرذاذ، لتكون بمثابة طوق نجاة للحرفيين من تداعيات كورونا الاقتصادية. مرض كوفيد-19 تسبب في تباطؤ النشاط وأوقف التجارة والسفر، وأثر بشكل كبير على الكثير من القرى التي تعتمد على المشغولات اليدوية التقليدية. صناعة الكمامات ساعدت في توفير المزيد من فرص العمل له. وألاقت كمامات الأناقة تلك التي يتراوح سعرها بين 20 إلى 25 دولاراً للكمامة الواحدة رواجاً وإقبالاً كبيراً، ليس من الزبائن في السوق المحلية بل ومن خارجها من الولايات المتحدة وسنغافورة ودول خليجية. في ختام أخبار السابعة هذه عناوين الأخبار. خلال اجتماع وزاري الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود عودة المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين في مختلف المناطق. وزارة الصحة تعلن تسجيل 188 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة. ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 157 ألف حالة وفاة وأكثر من 2 مليون إصابة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.